هذه لوحة جارنيكا، بيان سياسي غاضب وثوري، ولوحة فنية خالدة في التاريخ. أما ما هيش الوحيدة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو. بيكاسو اللي ما كانش غريب عليه الفن والرسم، خاطره كان ابن البو فنان وأستاذ رسم، اللي خليه يوري موهبة استثنائية كبيرة من اللي هو صغير، وإن كان ينجم يرسم أي حاجة وبأي طريقة. وفي عمر 14 سنة رسم بيكاسو لوحة العامة بيبل، اللي تم اعتبارها فيما بعد من أحسن اللوحات في التاريخ الإسباني، ولقب أحد أعظم فناني القرن العشرين. كانوش أعظمهم أكيد ما جاش من فراغ. بيكاسو تعدى برشة تجارب في حياته الشخصية، من فقر وانتحار صديقه المقرب والحرب الأهلية وانتقاله بين مدريد وبرشلونة، وبعدها انتقاله لباريس عاصمة الفن، وين زاد تأثر بالفن الحديث، وغاديك وين بدأ رحلته الثورية. ووسط هذا تعدى بيكاسو برشة مراحل فنية كبيرة وملحوظة في حياته، كيما الفترة اللي تسميت الفترة الزرقاء، وين كان بيكاسو يرسم في لوحات لونها داكن برشة وعندها طابع حزين. بعدها جت الفترة الوردية، من رجعت الحياة للوحات بيكاسو ودخلت فيها الألوان من جديد. وبعدها بدأ بيكاسو في مرحلة مهمة جدا، وين أسس هو وبعض من أصدقائه الحركة التكعيبية في الرسم، واللي تميزت بتحليل الأشكال الهندسية وتفكيكها. الشيء اللي خليها بعض ما تأثر بالفن الحديث هو بيدو مرة هي اللي أثر على الفن الحديث ويخلق ثورة فنية. بيكاسو اللي تولد عام 1881 وعاش 91 سنة من الفن والإبداع، يفارق الحياة ويخلي وراه إرث فني عظيم يلهم الأجيال حتى يكشف لليوم.